حتى اولاد، انا ما ابغى العب مع اولاد. الخير والتماسي، ولا اله الا الله، من اول وجديد يا مشمش. ها، صفحة جديدة في وسط السطر، الاخلاق. خلاص تمام. شايفة، شايفة رجلين، كتلة، قدمين، ساقين، جلسة، جالسة على الطراحة هذه، مرتبة. خلاص هذا هو المشهد. جالسة، جالسة اهو، شوفي مرفوعة لفوق وحقيقانة، ويعني واضح جدا انك ما بتتحركي كرجل، ما بتتحرك. خلاص تمام. وضع رأسي صحيح، لكن القدمين في حالة ثبات. خلاص تمام. أذكر الآتي: من المتحرك؟ اليدين، العين، اللسان. تمام. الرجل ما هي بتتحرك. تمام. إيش كمان بتحرك سيدي؟ كوتاج راسك. أيوة، القلب. ما أيه. حركة اللسان، حركة العين، حركة اليدين. ها، هذا معنى الحركة، معناها أنه هناك متحرك الحركة، فأنت تتبع الحركة. خلاص تطالع تلاقي أنه يدك بتتحرك. خلاص، مين بحرك يدك؟ المحرك بتاع اليد. شوية سائل، شوية كهرباء، شوية تفاعلات، شوية إيش؟ جاي من فين القوة دي؟ من القلب. القلب الكتلة متحركة وتحرك اليدين. خلاص، يبقى متحرك حركته بيحرك كتل أخرى، لكن هو الأصل حركته جات من فين؟ انت اللي شايفه القلب ولا سامع صوته ولا حاسه بيه؟ اللهم صل على النبي. كعقل ما بيجيك احساس من القلب. يا لطيف، عندك احساس بالقلب؟ تيجي المسافه ما بين القلب والراس اللي هو الدماغ، المخ. يا لطيف يا لطيف، مخ العباده. لا اله الا الله. الراس، الجمجمه، الدماغ، الكتلة الثابتة الوحيدة اللي دائما ثابتة، بحركة الرجلين، بحركة اليدين، بحركة اللسان، بحركة العين، بحركة الطيس، كله 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 من يوم ما تخلق العقل لحد ما يرجع تاني التراب، هو في حال ثبات، بيستقبل إشارات، يعني اسمها إدراك. يا لطيف، كوجنيشن. بسبب حركتها اصلا العقل عنده احساس بذاته، ادراك بذاته. خلاص، اسمها القلب، عضله، كتله. صح. بسط وقبض، هذه هي حركتها من الف لب، بسط وقبض، بسط وقبض. خلاص، القوه بتيجي بتحركها إلى ما لا نهاية، من ألف إلى ما لا نهاية، هذا هو البسط. تمام، وبعدين تروح خلاص. يبقى يرجع ينكمش تاني، لأنه هو كده قوة زي البالونة، عضلة كده مجوفة، يجيها شيء. فيها ويعدي من الناحية الثانية، أي حاجة من ألف لباء، اللي هو ما لا نهاية، سموه كده ألف إلى ما لا نهاية، هي كده ألف لباء. حركة، حركة القلب، لا إرادية، لا العقل ولا القلب.
القلب ذاته اللي بيحرك ذاته. خلاص يبقى القلب هو بيتحرك تلبية للأمر اللي جاله بالحركة، تلبية لحاجة، تلبية لكتلة ثابتة حتى تأتي قوة تحركها، المتحرك استجابة للطاقة للأمر كن فيكون إنه بيتحرك. خلاص بس، وده العقل أثبت الآتي. قد الحياة كده، الحي كائن الحي يعني متحرك فيه سائل، جعلنا من الماء كل شيء حي. خلاص الشيء الحي فيه سائل، الملونات هذه أسماء أخرى، لكن في الأصل هو ماء. خلاص يقول لك الدم علشان لونه أحمر، بس هو سائل ماء ملون. وهكذا الكائن الحي المتحرك والدماغ ثابت، يبقى مين فيهم الحي؟ خلاص المسافة ما بين القلب والدماغ، ما بين الحي والغير حي اللي هو ثابت ثبتك الله، كتلة ثابتة أي كتلة ليست على قيد الحي، سموها جماد يا لطيف. أنا أقول لك أنهم أنعام بل هم أضل، في حاجة أضل، في حاجة تانية غير هم بيذكرهم كتلتهم. الأنعام هذه كتلة تانية مختلفة، والأضل الكتلة الثالثة. خلاص يبقى في كائن حي، في كائن ضال. بس فشوفي عاد، إما شكورة وإما كفورة، هذه اسمها يحدث الآن، يبقى هو هذا المشهد. خلاص إدراك العقل أن الحركة تأتي من المتحرك لكن هو ثابت. خلاص فلما نشوف الحاجة بتتحرك هديك الساعة ما ينفع أبدا تقولي قومي سوي كده، ويشايف يعني يا ترق تكوني كعقل جوا المشهد. خلاص يا بت بتخرجي برا، بتخرجي برا المشهد. خلاص فين بتروحي؟ من ربك، فين؟ من القلب، من الحركة. خلاص من قيد الحياة. كنت فين قبل ما القلب يديكي حياة؟ إشارة إن هو على قيد الحياة. صحيتي من النوم، خلاص فين كنتي؟ ما تعرفي. خلاص يبقى كمان اللي قدامك بيحصل مالك دعوه بيه، مو حقك اذا انت ما تعرفي فين بتروحي. خلاص بس، لانه مساء الخير يعني، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل لن تجد له وليا مرشدا. كعقل
عقل الحكايات هذه ايش؟ ايه مخزون، هو دي البرمجة. خلاص طيب، فين بتخرجي برا البرمجة؟ اللي هو بنولي صرح اللي قال فيه رب موسى اللي هو انا ربكم الاعلى، يا حبيبتي فعل بك، جاك الشي لين حدك، فاهمة كيف؟ مو انت اللي جبتي. خلاص اوكي. تحتي على راسك. خلاص هاي الموقع اللي خبط، الكتلة اللي خبطت على الأرض، هذه هذا الموقع، هذا المكان، هذا الجزئية، خلاص ما سلو شيء. تحتي على راسك ما سلك شيء. خلاص شفت الموت أكثر من مرة، لساك على قيد الحياة، لك 49 سنة تدبين على الأرض وهذه ماشية، لا بتشتغلي ولا بتعملي أي حاجة، بينصرف عليك، مستورة، ما عندك مسؤولية، لا راجل ولا ست ولا بزورة ولا الهواء ولا كده، كيفك تلعب في مناخير. تمام، كيف سويتي كده؟ انه قوانين المجتمع. خلاص جيبي امثالك، ما في بطت السوداء. تمام، يبقى هذا غير 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 مفهوم للعقل ولا المجتمع ولا الصفات البشريه. خلاص يبقى هذا ايش؟ تقدر الله ما شاء فعل. بدون حول ولا قوة لك ولا المجتمع ولا البشرية، انه هو ده اللي حصل. تمام، هذا عقل يا لطيف؟ لا، اعوذ بالله. الحمد لله انه ما هو العقل، الحمد لله ان هناك الله، الحمد لله انه الموضوع ما يخص العقل. وين كنا كم مرة؟ ودانا العقل، ودانا فين؟ دائما حرست بالفقاقة حقتي وبلانينج بقى ومدري واحلام الفتى الطائر. تمام، يبقى خلاص. واذا بلغ اشده، شديتي عظمك، خلاص خلاص، وبلغ 40، خلاص اذا بلغ اشده، هذا هو لما انت بلغتك عقل، ادركتي ان شفتي دم سائل اللي لونه احمر ده، ها هذا هو الماء، هذا هو الماء الذي جعل منه كل شيء حي. خلاص خرج من العضو، فادركتي وظيفتك، ادركتي لماذا جئتي، ادركتي خلاص، ادركتي ادركتي وجودك، كونك انثى، كونك ام، كو يعني، فاهمة؟ تمام. وبلغ 40، من يوم ما أدركتي وجودك عقل 40 سنة لقدام، لعبك وشربك وداك وجاك ومشيتي على الموية، وي لعبت برموشك، لا حول قوة إلا بالله. تمام، إذا بلغ 40 قال بالأمر، حصل يبقى أمر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يبقى في الأصل الإدراك وجود الحياة، الإدراك بوجود الحياة، ولك 49 سنة تدبين على الأرض، الأصل نعمتك، النعمة في الأصل كفكرة، لأنه مو أنت اللي سويتيها، بأحا سوت فيك. You're such a vehicle. You were created like this. خلاص؟ هذه النعمة. لا تصنيف بعد اليوم.
لأنه يقول لك لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. يبقى هو التقوى خلاص، في التقوى ما في تصنيف، ما في عبد ومعبود خالص، كلنا خلق الله في هذه الكتلة، كله بأمر الله، حتى العقل جزء من الكل. هو ده نزول الله، القلب يتحرك بأمر الله، عمل له البيت هذا النزل على أساس يلبي الأمر اللي يحركه من أجله. لا إله إلا الله، حمايته، قطعة لحمة من غير سترة ما تشتغل في البلد دي. فلازم السترة خلاص. يبقى السترة هذه عبارة عن الاكسسوارز، الديكور، الشكل الخارجي. السترة عبارة عن الثوب، ستارة هذا القشرة الأخيرة من اللي جوه جوه جوه، طبقات فوق بعض، تمام، حتى نصل للحركة، للكتلة الأساسية اللي بتحرك ده كله. الله هناك أقرب إلي من حبل الوريد، الوريد الذي يولد إليه الشيء خلاص. يبقى هو أقرب إلى القلب من القلب ذاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. العقل لا يدرك خارج البرمجة والتنشئة الاجتماعية والعنف، الحمد لله، الحرام، ما الباطل، الحرام، الحرام الذي نبت منه. إله مع الله طول الوقت يا لطيف. العقل لا يدرك يحدث الآن طول الوقت، أدرك وجوده على قيد الحياة، يقوم يعمل حاجة هي أوتو بايلوت، مش تقايلة بنتي، كنت فين ورجعتي، صحيتي خلاص؟ لا أبدا، هو وقفالي في نص الطريق بتشتشل في شعرك، على ايش؟ فين المجتمع؟ فين امك وابوك في المشهد؟ فين كيت وميت ونطاط الحيط؟ فين 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 الاذى اللي بتقولي عليه؟ ولا اله الا الله، جنة الله. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. اول ما ترجعي الى ربك راضية كده، انت راضية كده، يعني احلى حاجة انك انت بترجعي خلاص مرضية، والله مرضية. شوفي سبحان الله والحمد لله، فضل ونعمة واحسان، وبلعب في مناخيري من غير حول لي ولا قوة، تمام، خارج طفرة جينية، خارج عن السياق، تمام. في كتب التراث امثالك في مستشفى المجانين او حرقوا على الصلبان، استنى رابع العدوية والحلاج والكرايست نفسه، وما صلبوه وما قتلوه ولكن نشبه لهم. لكن في الأفعال على الأرض في هذا الكائنات البشرية اللي ماشية بعقولها يا لطيف، أو ماشية بأعضائها يا لطيف، هو كل واحد العضو والعقل عكسين بعض، الأصل القلب، لكن أبدا يا ماشيين بدا يا ماشيين بدا، أو الاثنين مع الباء، أو هي دي حالة الدنيا اللي احنا فيها، يلعبوا بينج بونج من دون الله. قدر الله ما شاء فعل، هذا هو المشهد كعقل، تدركين انك انت كده هو. فجئي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في جنتي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي جنتي بالامر، عملك الجنه بالامر عشان تذوقيها وانت على قيد الحياه. طب الحمد لله،
a love story. Sometimes it's hilariously love story, but most of basically it's a love story. عاكس ومعكوس وبينهما طازج. طازج يعني حي. خلاص. حركة متحرك محرك فعل وفعل ومفعول به. خلاص. كن فيكون. إيش كمان؟ الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة ولحضرة رسول الله. يا حبيبي يا محمد خذ بيدي اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا حبيبي يا سيدي محمد. الحمد لله. مين محركها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ده المشهد، هو ده المنظور، هو ده المسموع، هو ده المحسوس. خلاص العقل يدرك الطاقة اللي جاته. ها خلاص العمليات اسمها الحمد لله. إدراك الحمد لله، إدراك الحمد لله، إدراك الحمد لله، دخول النفس وخروجه. الفعل الحركة حقة العقل عبارة عن كده، انه ادرك الشيء اللي جاله من الحواس. الحمد لله، العفو العافية. الحمد لله على العفو العافية. الحمد لله وكفى. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا على ألا تعلوا وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا. الله هو العلي والعالي والمتعال. خلاص فيعني امر يعني بالنفي، بفعل امر بعدم الفعل، هو افعل او لا تفعل. فدي بقى اسمها لا تفعل. الا تفعل، الا تعلو، الا تفعلوا علي. محدش بيشتغل ربنا خالص، ربنا هو اللي بيشتغلنا، هو اللي خلقنا، هو اللي بيشغلنا، هو اللي بيحركنا، يبقى هو اللي بيشتغلنا. يبقى احنا انا هذه كتلة، هذه كتلة امة الله. خلاص خلق الله يفعل بها ما يشاء. الا تعلوا علي واتوني مسلمين. لو عايزين تيجولي تعالوا انتم مسلمين. مسلمين مسلمين مسلمين. مسلمين يعني مسلم مسلم مسلم. كل
بكل التشكيل الممكن، ميم سين لام ميم، أصلها سين سين لام ميم، سلمة سليمة سلم سليمة، whatever، فعل. خلاص لا تأتوني اهو، وأتوني بهذا الفعل، بفعل سلمة سلمة سلمة. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أتوني هنا فعل أمر، أتوني مسلمين. ما تشوف نفسك على اللي خلقك خالص. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وليسلموا تسليما. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان، إنه خلاص هذا الشيء خلاص. بعدين راح جاء قال وإنه هذا الشيء اللي من واحد اسمه سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، باسم هذا الشيء اللي جايكم من سليمان خلاص، باسم واحد اسمه الله وصفته الرحمن الرحيم خلاص. ايش بقى فعل الامر؟ الا تعلوا علي واتوني مسلمين. امر بعدم الفعل، افعل او لا تفعل خلاص. يعني تسوي الشيء، يا تؤمري انك تسوي الشيء، يا تؤمري انك ما تسوي الشيء وكده خلاص. فألا تعلوا علي هذا الامر، وقتني مسلمين خلاص. بهذا لا تفعل امر، وهنا افعل تعالى يعني ائتني مسلمين. ما حد يروح لواحد وهو ما مصدق ولا مسلم ولا واثق فيه، ليه يعني يروح له؟ طيب ليه تعب نفسه ويروح لأحد إلا هو مسلم به، مصدق به، مؤمن به، مستسلم ليه خلاص. في الأصل هي رموز. لما أحد يجي يقول لك لا تفعل، يا ما عمرها حصلت. أحد يقدر يكون علي أو يعلو على أعلى حاجة، هو اسمه المتعال العلي خلاص. يعني ما في أعلى منه، من وجهة نظره هو شايفنا كلنا خلاص. ما في أحد شايف ربنا، هو اللي شايفنا كلنا صح؟ الفوكل بوينت، المنظور حق ربنا هو العلي خلاص.
إبا ألا تعلو علي، يعني لا تفعل علي. خلاص لما بيقول لك لا تفعل يعني ما عمرها حصلت، ما في أحد يقدر يسوي كده. خلاص وقتني مسلمين، وقتني هنا فعل أمر، افعل هكذا. خلاص طيب لما قال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من مش عارفة كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني كان أحب يعني أحب خلقه بيحبه في يعني أقول لك شيطان من الجن فهذا إبليس عاد من نار، يقول لك أنا خلقتني من نار، طاقة حقته نار. تمام لما أمروا بإفعل كلهم استجابوا كمخلوقات للذي يأمرهم ما عدا واحد. خلاص ائتني مسلمين، إذا افعل مسلم مسلم. افعل سلامة، افعل سلمة، سين لام ميم، اعمل التشكيل اللي تبغي، لكن الامر اللي هو افعل سين لام ميم. This is the thing. جاك الصوت. خلاص اول شيء قلتي ايش؟ قلتي الحمد لله؟ لا قلتي ما فهمت. انا شو اسوي لك؟ جيك فهم؟ لا. يبقى ايش؟ ايش؟ فعل امر بقول لك، بيقول لك ائتني سين لام ميم. الحمد لله. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصير. بس مش ما في غير كده. ما في حاجة اسمها أمي وأبوي، خلاص أمي وأبوي هناك كان في الطفولة. حق العزة لله وشفاء سيدنا محمد. خلاص أنا بعرف دحين القصة قصة مين يا مشمش؟ حكاية حكاية إيش؟ حكاية أمي وأبويا ولا حكاية إيش؟ حكاية اللي صار ولا حكاية إيش؟ يحدث الآن إيش يا مشمش؟ ها؟ خلاص؟ العقل يدرك وجود هذا الكائن على قيد الحياة أن يتحرك، فالعقل يدرك الحركة. خلاص؟ الحركة معناها حاجة واحدة، من هو المحرك؟ من المحرك لهذه الكتلة؟ خلاص؟ الحمد لله اللي هو كده الأخلاق، هو الأدب مع الله كده. اللي بيحصل قدامك من الله، فايش تبي؟ ايش يعني العقل ايش يستهوي؟ ايش يستهوي؟ ان شاء الله خير يعني. You do not have a reference. You do not know anything until it comes to you. Right? Before that ايش كان فيه؟ كان فيه ولا شيء. فتحت عينك، صحيتي من النوم، جاك حس انك على قيد الحياة. خلاص الحياة دي مين اللي جابها؟ جبتيها اظن لنفسك. ان شاء الله خير. تمام يبقى ما لك رأي في اللي جاكي، اللي اسمع كل واشكر. كنت جيعانة وفي حد اداكي طبق مليان اكل، تاكلي وتحمدي ربنا ولا تقولي هذا مو لذيذ؟ لا انا ما ابغى ده، لا اصل عندي ارتكاريا من الحاجات اللي فيها مدري ليه يعني. كل واشكر اسمه عمك زيني قال كده. ايه اختي تشالنج
challenge what challenge what anger you're talking about what you, انا بعرف اللي هو challenge anger is a feeling right العقل ما عنده عواطف العقل لا عاطفة له العاطفة تأتي من المتحرك العقل ثابت ثبتك الله تمام إبا جاكي من الأفئدة شعور ما إحساس ما إشارة ما معلومات ما طاقة ما جاتك أدركتي إنها جاتك وصلت لك تمام الحمد لله عدتي بتعبري عن اللي وصل لك كل شوية يعني كيف يعني إلا هرج دودو 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 فين رايحة بالهرج الكثير ده من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل لم تجد له وليا مرشدا حبيبي يا مشمش حبيبي اخر حاجه خلاص نايت تايم از ماين يعني نايت تايم نايت يعني الساعه 10 خلاص تمام وانت صاحيه من متى تمام خلاص قديش تبي تلعبي في نفس الجملة يعني صحيتي من النوم لين جلستك هذه تتعاركي عبارة عن جملة واحدة جملة واحدة خلاص قديش تقعدي تزيدي وتعيدي فيها تجيبيها من هنا تحطيها هنا لا تودي هناك تجيبيها من قداش تقلبيها من الشقلوب تحطيها في كورنر تقفل النور تسكي النور قداش هي جملة واحدة خلاص يقول لك يعني وبعدين ما جاك الفهم والله لازم في ناس جاهم الفهم خلاص في ناس جاهم الفهم واضح يعني صح وفي ناس ما جاهم الفهم وفي ناس ما جاهم ولا شيء خلاص فتحمد الله انه جاكي شيء انت ما انت فاهمته والله العظيم صدقيني لانك انت ادركتي عدم الفهم خلاص هذا ما هو عيب وقال لا اعلم فقد افتى تمام فتقعد تفحصي في الجملة دي والله ما فهمت وتجيبيها من هنا وتجيبيها من هنا هذه عمليات عقلية الحمد لله لا بتؤدي ولا بتجيب غير انه العقل متمسك انه يفهم الشيء اللي ما هو فاهمه صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والله العظيم قاعد يكتب البردة قديش وبعدين في الاخر ايش ما قدر يكمل الهرجاء فنام خلاص تعب لازم تطفي ما هو هذا الدماغ والله العمليات العقلية اللي بتحصل لك دي عبارة عن احتراق شايف النار حق ابليس الذي خلق منها السخونية دي يا أمي والله مهما تستحمي أنت سخنة شوف سخنة كل شيء فيك سخن عمليات عقلية بتحترقي عشان تفهمي ليه لازم تفهمي أساس إيش يصير قدر الله ما شاء فعل قدر لك أن لا تفهمي يأتيك الشيء تقول الحمد لله والله العظيم الحمد لله العافية هناك بعدين عارف إيش يصير بعد كده محقق ليش لأنه ما يقصتك لو أنت اللي خلقتي نفسك تطلب يعني لو المنيو تروح المطعم كده وتفتح المنيو وتختار اللي تبيه بسم الله عليا أنا إيش أقول لك طيب
سمعي قصتك مش مصدقيني، ما هي حقتك، انت مفردة حرف نقطة في هذا الكون الفسيح مليء بكائنات أمثالك ثلاثية الأبعاد تتحرك يعني بإرادة الله، الله اللي بيحركنا على فكرة مو العكس. هديك عاد إذا أقصى ما علي لعطيته الكلام ده برضو مو أنت، عشان تبي عارفة لا حول قوة إلا بالله، لأنه لما أنت كنت بتطلب الشيء وبيجيكي تقول الحمد لله، بعدين تخبصي بقى تخبصي تخبصي تخبصي. ما لازم لازم تقولي الحمد لله على الشيء، لا تقولي ليه جاني وليه صار وماني فاهمة، طب أحد يشرح لي وين على أبو كده خلاص. لأنه وبلغ الأربعين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أو شيء جاله خلاص، وعلى والدي وأن أعمل عملا صالحا ترضاه. لأنه الشكر حاجة تانية، أوزعني هذا طلب، أن أشكر نعمتك يعني جاله شيء يبغى يشكر الله عليها، ويبغى الله يساعده أنه يشكره الحاجة اللي بعتها الله لي، وهو حس أنها جاته النعمة جاتك خلاص، تقول الحمد لله على طول. وعلى والدي يعني أو والدينك أمك وأبوك نعمتك، وانت نعمة امك وابوك خلاص. وان اعمل عملا صالحا ترضاه، العمل الغير الصالح هناك عمل صالح وعمل غير صالح، هناك علم ينفع وعلم لا ينفع، هناك فعل دائما اختيار، يا شكورة يا كفورة تمام. يلا for the brain to choose what you want to be، راضية مرضية ولا كاف؟ قدر الله ما شاء فعل. على فكرة ما في مانيول للموضوع ده، موضوع ده ما يخصك خلاص، فما نزل معاه بناء بمانيول. لأنه كده قالوا والآخرة خير لك من الأولى، شوفي اللخبطة، ولا الآخرة حاجة اسمها الآخرة يعني آخر حاجة ابتدى بيها، قال لك لا الآخر أحسن من الأول تمام تمام، يبقى أنت مدركة الأول خلاص، وما عندك أي معلوم اللي بيحدث دحين من أول ما تصحي من النوم لما ترجع تنامي، ما في معلوم، انت بس شاهد ان يحدث الان، شاهد على الحدث اسمها تمام، بتسجلي المعلومات اللي جاتك تمام، مين بحركك، مين اللي بجيب لك المعلومات، مين اصلا صاحب المعلومات تمام، يبقى انت تتبعين المصدر، هناك حركة تشوفي مين المحرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، خلقتي لهذا كعقل. طق الباب بتعرفي تقولي مين صح، هو ده، ما انت شايفة انت سامع صوت خلاص، يبقى جاكي صوت خلاص، جاكي صوت يعني أدركتي وجودك، لأن الموتى لا يسمعون، أنت على قيد الحياة الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ما أنت شايف الصوت، سمعته هذا صوت الطيارة، أنت ما أنت ركبتها، ما أنت شايفتها، عليك سقف خلاص، يبقى الحمد لله أنك ما أنت جوا الطيارة، الحمد لله انك هنا وسامع الصوت
الحمد لله انك لسه عندك القدرة انك تسمعي. الحمد لله انك حياتي. وهكذا. والله رضعت اولاد لما طلع من كعاني، ما ابغى بلعب مع بنات في سني خلاص، اساس انه صابح الاحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السبت خلص اجازه، يوم السبت ده موضوع، ما غرفنا ولا عملنا ولا شيء والله العظيم. سمرت الصبح وقعدت احاول في البحر، طبعا ما في، ومن جارة لجارة وخلاص هو المغرب جاء، فما سويت شيء. هذا هو يوم السبت خلاص. أبغى ألعب مع بنات في سني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاطمة تبي تلعب مع بنات في سنها. البنات اللي في سني يا حرام ميتة والله لازم، ما محاسين بنفسهم، ما أدري ملتهين به ألعابهم، يعني علم لا ينفع، وما أعرف ما حلوة، ويقول لك عمل غير صالح. يا لطيف. القوانين طول الوقت حريم بتتحكم في حريم، وي هذا اسمه قهر الرجال، إنه حرمة تقهر الراجل اللي جوته، يبقى بتقهر أمه خلاص، يبقى بتقهر نفسها لأنه هو ما جوزها إلا أنها هي تذكره بأمه وهكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس عذابات العيلة هذه، نطحة ولما نشم النفس ولاقي جيرة عسل وناس أوادي من اليمن وحبابة دعاء، أبوها سيد كبير شيخ، ما هي سهلة. يطلع لي عاد عمر ولد عبد العزيز في البخت، علشان كل ما طالع في غسان حبيبي أفتكر عمر خلاص. هو ده حببني في غسان علشان استحمل عذابات اللي بتحصل في عمر، بس عشان مش اسوي، ما هو غسان ما حيروح يقول لعمر، بس عمر عاد لما يجي اذا يبغى يجي يلعب ما ايش حنسوي. هو ما هو طايقني عشان بذكره بابوه زابله وحاجه كده تكسف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله فتحية، لا حول ولا قوة إلا بالله في محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله في فايزة، لا حول ولا قوة إلا بالله في عفاف، لا حول ولا قوة إلا بالله فيك أنت يا طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله يا طيب. الله بها والله بها الله بها وبآلها، لا حول ولا قوة إلا بالله يا طيب. حسبي الله ونعم الوكيل يا ولد صفية. أبوك إيش جاب لك؟ ما أنت حاسس بالله أبوك جاب لك هو صح؟ النعمة اللي جاتك من أبوك ما أنت حاسس بيها؟ أيوه خلاص. الراجل اللي ما هو حاسس بالست اللي جوته ماشي بعضوه او براسه، مو ماشي بقلبه، عشان لو كان ماشي بقلبه كان حاس بالست اللي بتمشي قلبه اصلا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هنسوي في العيلة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وأنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله حسبي الله ونعم الوكيل. يا سي محمد شوفوا عاد، سي محمد طلع عليكم في يوم من الأيام في مشهد ما، وصل لكم أثره، طلع يقول ما بال قوم يؤذوني في فاطمة، لا تأذوني في فاطمة، فاطمة بضعة مني، ما يؤذيها يؤذيني. ورجع نزل، لا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قال صدق الله العظيم، طلع اتكلم، اب بيتكلم عن بنته، ابا راجل بيتكلم عن امرأة بصوت امرأة، صح؟ ابا صوت امرأة نطقه رجل. بنته قاعدة جنبه في الغرفة بتبكي، ما هي راضية تتكلم، ايش حنسوي؟ ما ايش حيطبطب عليها؟ يبقى يقول لها وي وخلاص وكل الرجال كده؟ ابدا، طلع على المنبر، لا تأذوني في فاطمة، نف يعني امر من اولها، لا تأذوني في فاطمة، انا دحين انتوا بتأذوني، كل ما البنت هذه بتبكي انا بتأذى، هيا عاد خد شوفوا عاد ايش انتوا بتسووا في البنات والاولاد. بس البنات ليه بتسووا في بناتكم كده؟ حق العزة لله وشفاء سيدنا محمد، لا حول ولا قوة إلا